واقعه هي نازله رايحه شغله، ف لقته قافل البوابه من جوه، قافل البوابه من جوه وهي نازله الساعه 8 الصبح على شغله. لقته مجهز واقف ورا الباب هو ومراته، مش رش عليها بنزين وراح مولع فيه. طب احكي لنا، يعني هو في البدايه كان هل فيه كان فعلا خلافات سابقه بسبب الميراث؟ عاوز انا اكتب له البيت باسمه، وكان عاوز له اكتب له. فلما لقيته يعني ما هوش مظبوط مع مراته وهو ومراته، ما رضتش، خفت مراته تضحك عليها وتاخد الباقي. فهي بقى كان كاتب لها الشقه. طب يعني هو في البدايه كان لا كاتب لها الشقه، قال عشان لو اتجوزت وحصل زعل ولا حاجه بعد وفاته ووفاته ما تبقاش بره في الشارع، لان مرتها مش مدخلاه. طيب هو المفروض ليه هنا برضو زيها زيه زيها بالظبط في البيت ده؟ ما هو يعني من غير كتابه البتلوم الاثنين. انا ماليش الا هم. فين شقته في الوقت ده؟ فوق فوقنا كده الشقه الصحراويه. هو اللي كان مضايقه ان هي الشقه بتاعتها ليه؟ بقول لمراته حاطه في دماغه ان الغريب حاجه يورث. الغريب من الحاجه يورث، ما هي سوا اتجوزت هتاخد حقها، سوا كده هتاخد حقها. طب احكي لنا اكتر عن بنتك وديت، كانت بتجهز لفرحها اي اللي انا عرفته، اي كانت تسكن معاكي في نفس؟ لا مش هتسكن معايا. لا 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 انا رقفاه. طب احكي لنا واللي ما كانش يجي يتقلها ما كنتش حدها له. يعني كان في الوقت ده كان هي بتجهز لشقتها اللي هي مش في البيت هنا؟ ايوه عند خطيبها. عند خطيبها؟ كان بيوضب فيها، كانت واقفه على البلاط. كان بيوضب فيها، يعني وهي ادت وراها الرسومات جهزها. ولكن هي ليها شقه هنا باسمه. تمام. كانت في الوقت ده كانت لسه لها قد ايه على فرحها؟ لسه اجي 4 شهور. 4 شهور. كانت تتجوز بالعيال، خطيبها سافر وقال لها ان شاء الله بالكتر خالص بعد رمضان هنزل اتجوز. طب احكي لنا اكتر عن ابنك. ابنك كانت معاملته معاكي ما كانت كويسه؟ كانت الاول حلوه. زمان قبل قبل ما يجيب ده يعني؟ لا قبل ما يجيب ده اللي معاه الاخراني. اللي انا عرفت ان هو كان متجوز مرتين. الاولانيه ما كانتش بتحبه، بتحب واحد وجامعتها غصبوا عليه وجوزها عندنا. ما قعدتش وراحت متطلقه. والتانيه كانت مالهاش في الخلفه. قلت لها يا بنت اقعدي واحنا نتجوزوا عشان وحداني وانت في عيني. امها اللي قالت لا، امها اللي ما رضتش لسبب يعني طلاق الاثنين. جبنا ده هي من الرياض من جنبنا من اهو، طلعت يلا الله يحنن عليه ويصلح حاله. بس قولي لي، يعني هل هو كان اللي انا اعرفه ان هو قبل ما يتجوز كان بيسافر بره؟ هي كان بيسافر كان بيشتغل. كان بيشتغل اصل متدلع بقعد في فرن. لكن كان حنان في حقك؟ كان حنين. كان حنين معاك؟ وهو عذب كان حنين. لكن وقت ما اتجوز لا ده بس دي بس ده بس ما حاولتيش تحكي معاه في الوقت ده؟ ما بقاش قابل، ما هوش قابل كلام ليا. مش قابل؟ مش قابل. حسيت ان هو في حاجه مش مش مظبوطه. وكذلك مع اخته برضه؟ ومع اخته حتى ما حضرش شبكتي. طب ليه في الوقت ده مثلا الله يرحمها وداد ما كانتش بتحاول يعني تقرب وتقرب ليه او تتكلم معاه؟ ما هو ما بيستجابش ليني. ما بيستجابش. طب ما يمكن في الوقت كانت نفسيته مش حلوه او عنده مشكله نفسيه، في حاجه عنده مش لا مراته انت الراجل انت تورث الغريب هيورث. طب ما انت كنت ممكن في الوقت ده كنت تقربي له وتعرفي اللي جواه. ما بقوليش ولا كأم وأب ليه؟ ما هي كرامه هي وياه بتقلبه. انت عارفه لو كلمه لو قال صباح هي الزوجه الاخيره اللي معاه الوقت. لو هي لو قال صباح الخير يا خرابي تعمل مشاكل. وانت في الوقت ده ما كنتش بتقولي انت لا ايه السبب اللي انت مضايقك من ناحيه ابني ده؟ ابني الوحيد. انا عارفه ان هو منهي. شغلاه هيتجوز في الشقه، اما تتجوز في الشقه روح انا فاهم. طيب قبل الخلاف بيوم ايه اللي تم بالظبط؟ ما فيش اي حاجه، احنا اي مشاجرات كده. وفي اليوم ده بالذات هو مهما كان يشتم ويطلع ويشتم ما كنتش ارد عليه. ما فيش لا عشان ما يتحمقش يمكن يجي عليا. ما حسيتيش ان هو في حاجه مجهزها او في حاجه في دماغه؟ لا هو كان قال انا ما انش هرجع عنك ليا انا، قال لما ارش عليك بنزين واحدفك من البلكون. انا قلت مزعل. ما قلتش كان قال الكلمه دي قبل ما يحصل الوقعه دي؟ يجي بشهر ولا زياده قالها.
وحتى كان كاتب على النت اعذروني في اللي هعمله بقى، انا محتار والله. انتوا اعذروا في ايه؟ هيضربني؟ هيتهجم عليني؟ ما توقعتش لليوم الاسود ده. هي نازله راح عامل فيها. احكي لنا اليوم ده كانت وداد كانت رايحه فين؟ رايحه شغلي؟ رايحه شغلها، كانت لابسه وجاهزه؟ لابسه وجاهزه ونزلت الساعه 8 باي. انا رايحه شغلي يا ماما، قلت لها بالسلامه. هو في الوقت ده كان في البيت ولا كان بره؟ كان في البيت الساعه 8 الصبح، ما مستناها اما تنزل. مستناها اما هي تنزل. فجت تفتح لقته البوابة مقفوله، تيجي تطلع يروح وراها يمين شمال، رش عليها البنزين. وراح مولع فيها، تيجي تطلع لي ما عارفه، ومراته قاعده تلعب بالمفتاح كده وهي ولع. كنت سمعت ان في الوقت ده ان مراته حاولت ان هي تساعدها لا 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 ما تساعد، لا 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 ترشت عليها مي، رشت ميه عشان تطفي النار، رشت الميه صعبه على البنزين وعلى الجاز. لو كان جابت ملايه ولفتي مش عارفه حاجه زي دي ممكن. لا عارفه وناصحه وعارفه كل حاجه. الناس بقى لما انا هي بتقول يا ماما يا ماما، هي بيه يعني ما عندناش حاجة. على ما جيت اقوم لقيته في وشي بقى ولع فيها وسابي، وجي لقيته في وشي، بفتح باب الشقة هو في وشي. انا برد الباب راح هادرني بالباب لجوه. حاول ان هو يزقك عشان ما يحصلكيش حاجة. لا عشان جاي يولع في الشقة. كان ناوي يولع في الشقة كلها. كله. فهو بقى اما وقعني جيت اقوم ركبته وجعتني. كان قصد ان يولع اخته. هم كانوا قصدين. ولع في اوضه نوم وفي اوضه نوم هي وفي الصاله وفي العفش اللي هي متجهز لي. كان فوق. في الوقت ده كان في عفش في البيت. الصيني بالفرش لان هو كان في الوقت ده اثناء المحاكمه كان بيقول ان هو الشقه دي بتاعت ماما، ما كانش فيها عفش ليها ولا حاجه. لا كذاب، يعني دي مش حقيقه. لا ما انا قلت للقاضي يعني الشقه كانت في الوقت ده فيها العفش بتاعها. اي هي الاوضه بتاعتها فيها كان السرير ومكتب وعليها الكمبيوتر. عليه الكمبيوتر بتاعي بس وترابيزه المكوى. كانت ايوه حنينه. كانت اخت انا عامله صاحبتي، قلت لها ما اناش امي، انا صاحبتي واختي. ايوه بتعمل تقول لي ما تعمليش، بدل انت تعبانه ما تعمليش، ما تعمليش حاجه، سيبك اللي حاجه ماج. بس انا بقت بقبش على قد ايه، قد لحد يجيب لي سمك اي بتاع وفلفل، وتيجي تتغدى وترتاح وتعمل الحاجه على بيها. الله يرحمه.